السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الشريط سوف نرى مبدأ اشتغال المحرك الكهربائي اللي هو هذا. إذن غادي نشوفوا كيف يشتغل. إذن هنا زر التشغيل. إذن المحرك الكهربائي يحتوي على وشيعة أو سلك موصل ومغناطيس الذي ينتج مجال مغناطيسي. إذن مرور تيار كهربائي في موصل كهربائي في مجال مغناطيسي إذن يؤدي إلى خضوع هذا الموصل إلى قوة تسمى قوة لابلاس. إذا غادي نشوفوا بالنسبة للحذف التيار الكهربائي، يعني ليست هناك قوة، وعند تمرير التيار الكهربائي فهناك قوة ولها منحة. إذا غادي نحذفوا المجال المغناطيسي، إذا كتلاحظوا غي كيتوقف المحرك عند تطبيق المجال المغناطيسي، فهناك دورة للمحرك. إذا بالنسبة للمحرك الكهربائي، إذا لابد لوجود تيار كهربائي وكذلك مجال مغناطيسي. إذا غادي نشوفوا دونك على بالنسبة لهذا التيار الكهربائي اللي هو مستمر كورون ديريكت. إذا كيفاش حصلنا على هذا التيار المستمر؟ دونك عندنا محول كهربائي 220 فولت، 10 فولت عندنا واحد ليد تيموان، يعني كوم إلي كوم إليا واحد تونسيون هنايا، يعني كاين أن كورون هنا، بون دو ديود، كوندونساتور دو فيلتراج، ريغيلاتور دو تونسيون انتيغري، دونك 78-12، يعني كاعطينا 12 فولت دي سي. عندنا aussi هنايا واحد ريغولاتور دو طونسيون 78-05، يعني كاين اللي كيعطينا واحد 5 فولت دي سي. إذا في هاد لي دو بورن كنلقاو 5 فولت دي سي، هنا كنلقاو 2 فولت دي سي، دونك ان ريغولاتور هنا كيعطينا 2 فولت ديريكت ديريكت كورون، وهنا كيعطينا 5 فولت ديريكت كورون. إذا غادي نشوفو غنشونجيو لا فالور ديال هاد، غناخدو 5 فولت يعني في بلاصة 12 فولت، وغادي نشوفو واش 5 فولت قادرة على إدارة هاد المحرك. إذا كتلاحظو 5 فولت غير قادرة على إدارة هذا المحرك، وبالتالي 12 فولت هي اللي مناسبة لإدارة هذا المحرك. إذا كما كتلاحظوا إذا غادي نشوفوا عاوتاني إلى طبقنا هذا التوتر المتناوب مباشرة، نطبقوه
المحرك إذن هذا التيار هذا ما عندوش منحة إذن كما كتلاحظوا ليست هناك حركة يعني هناك حركة تذبذبية لهذا المنصب إذن حركة تذبذبية لأن التيار هنا ليس له منحة تيار متناوب إذا تنقلبوا الملحة ديال التيار غادي تقلب الملحة ديال الدوران